اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من الدار البيضاء في مباشر جديد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. لفت ديرها الفرنك خيزو 160، بطاطا 140، الفلفلة 300، القرعة كورجيت الف فرانك، القرعة الاخرى الرطيلية 300، القرعة حمراء 240. بزاف هادشي، بزاف 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 بزاف. كسكس الخضره ديال الكسكسو ديال الدرويش اللي كان نهار الجمعه تيدير واحد القصاريه ديال الطعام، تيشري 100 ريال ديال اللفش وديال الخيزو. دابا راه ولا صعيب على الدرويش باش يدير الكسكسو في المغرب. خويا واش نقدروا نحملوا المسؤوليه للحكومه في هذا الغلاء اخويا؟ ولا ما حملناهمش هما المسؤوليه؟ لما نحملوا المسؤوليه نحملوها للشعب. مال الشعب هو اللي كيدخلنا الخضره، هو اللي كيزيد في الثمن، هو اللي كترشق ليه كيزيد درهم بجدران في الثمن ولا شنو؟ ضروري المسؤوليه غتحمل الحكومه، هي اللي غادي تحملها حيت هي اللي مسيره البلاد. اش واقع اخويا؟ قول لنا الاثمنه باش الناس تعرف. واش نقول لك الاثمنه؟ انا اخلع الناس انا راه ما بقيتش قادر نقول الاثمنه، ما بقيتش قادر نقول الاثمنه. انا المراه كتجي تقول لي شحال شي حاجه كنبقى نشوف فيها عاد كنخرجها بزز الثمن. والله ما نكذب عليك، بالله كنحشم كنحشم كنمرق. واخا انا حاط البالغ غليظه وكنجي نجمعها بالدراهم كنمرق على عباد الله. انا اول حاجه كنفكر لها ملي كنحط رجلي للمارشي، اول حاجه كنفكر فيها هي الدرويش. خاصك اللي تجيب لي شي سلعه اللي ثمن مناسب واللي غيزعم يديها. ما بقيناش لاقينا السلعه هذه اللي ثمن مناسب. قرعه حمراء خويا انا كنبيع فيها ب 160 ريال قرعه حمراء، واحدين اخرين كيبيعوا فيها ب 1000 فرانك. انا قانع الحمد لله. اللفش اللفش اخويا بنادم المهم هو خاصنا نبيعو ب 1000 فرانك. اللفش نورمالمون لو بغيتي تصور فيه واحد القويمه ديال الفلوس خاصك تبيع ب 1000 فرانك. علاش؟ حيت حنا شارينو ب 6 دراهم. عاد الصاير قرعه كورجيت ولات كتخلع. قرعه كورجيت 12 درهم جمله جمله ماشي تقسيط، جمله في المارشي كريو عاد الشناق رطيليه رطاي ليا. شنقول لك 4 دراهم جمله في المارشي مازال شويه رطاي ليا. لا ديك بزاف، هذيك 14 درهم 15 درهم جمله جمله. الا جبتيها انا راه خاصك تقول 400 ولا 360 رفقا للمواطن. 360 ريال تربح فيها هذيك 3 دراهم، وما غتربحش هذيك 3 دراهم كامله. الميزان راه كيدي له فوق، كتشري الميكا فهمتي. بزاف د الحوايج حنا كنشريو المواطنين تيقليوها تيديروها مع شويه ديال الشليضه، تيديروها مع الحوش، مع هذه جديده فلوس اخويا 140 160 ريال باش كنبيعوا فيها حاليا. 140 160 ريال المارشي جمله 100 ريال 90 ريال. الخيار 160 110 ريال جمله في المارشي. السلاوي 90 ريال جمله في المارشي وكاينه 100 ريال. حنا هنا كنبيعوه ب 140 ريال. الملوخيه ديك ما كندور في جيش، هذيك كنت ندايز في المارشي كتبان لي الملوخيه كندور وجهي بحالك. علاش؟ واش غادي نمشي نسول؟ نمشي نسول يقول لي 360 ريال. واش شحال غادي نجيب فيها وشحال غادي نبيعها انا كاع هاد الملوخيات؟ ما عندي ما ندير بها خويا، خلينا نجيبوها سلعه اخرى. ها سلعه الدرويج، وتا سلعه الدرويج ما بقاتش، تا سلعه الدرويج غلات، كلشي غلا. واش الحكومه واش هي اللي تزيد ولا شنو؟ واش غتكون انا اللي غادي نزيد؟ راه الحكومه اللي كتزيد. راه اش نقول لك؟ راه الحكومه راه خنوش، راه الله ياخذ فوق الحق. راه والله ما كرهنا كون رجع لينا السلع عثماني. علاش؟ علاش طلبتي السلع عثماني؟ واخويا مازال السلع عثماني راه كان كيزيد لينا في المكانه. ساعة كيزيد ساعة، هاد المرة إلا جا نطلبوا حنا يزيد ساعتين ما عندناش غرام ديال المشكل. ما يزيدش في الخضرة، خلي الدرويش يعيش. الدرويش راه مسكين راه عنده الأولاد، راه كاين اللي عنده جوج ثلاثة. الدرويش ما بقاش تقدا شي خضيرة ديال الكاملة اللي جينا ندوي على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء هضرة أخرى، الدجاج السمية. داكشي ما تهضرش عليه داكشي، حنا نهضروا على الخضرة بنادم، حنا نهضروا على الشعب غيطيب غير كميله بلا لحم بلا دجاج بلا حتى شي حاجه. ها قويميله وشويه العطريه وشويه الزيت. واش طلع عليه كميله؟ واش نقول لك؟ تقدر تطلع عليه ب 70 على حساب شحال من الفرد هما في الاسره. كاين اللي يقدر يكون هو مرته عنده ثلاثه الاولاد، راه تقدر تطلع عليه الكميله ب 80 درهم 70 درهم كاع. قبيله كاين العيالات تقول لي عبرني جوج. جوج قرعات ديال الكورجيت. علاش؟ علاش؟ زيد معايا. جوج قرعات. ما باقي محطوطين في الميزان شتيهم هادو. هاد جوج قرعات نعبرهم لقاهم قاتلين 60 80 ريال هاد جوج قرعات هادو. شحال هادي كانت تاخذ كيلو؟ هو كان كيلو ب 60 ريال، جوج كيلو ب 100 وكتبيعها ب 40 ريال. لفت كنتي تبدا ب 60 ريال وبالليل تولي دير لها 10 ريال درهم، ما بغاش فكهم. علاش؟
ها هو اللفت، ها هو غادي اللوح وشتي هاد اللفت هذا مخلص ب 100 ريال الكيلو. هاد اللفت هاد اللفت مخلص ب 100 ريال الكيلو. شحال من الكيلو دابا انا ضايع فيه؟ غيمشي للبقره. غيمشي للبقره والبقره حتى هي راه عندنا معها لاجر هانيه، ما كاينش غرام مشكل. حتى هو شوف شنقول لك، والله يا خويا ما بقيت قادر نهضر انا، وحق الله العلي العظيم راه على هادشي اللي كنشوف انا يا راه شنقول لك، راه بزاف راه بزاف. مازال انا يا فهمتي شنقول لك، كتضربني واحد النفس خايبه، كتضربني واحد النفس خايبه على 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 الناس اللي كيجيو يتقدوا عندنا السلعه. والله ما نكذب عليك، كاين بعض المرات اللي كتجي عند المراه كتبقى فيا كنحسب لها السلعه براس مالها، كنقول هانيه ما كاينش مشكل انايا. الشعب غتبقى ديما شحال فيه. ونقول لك اللي كاين اصحابي راه الصراحه هي هادي، ماشي حنا بنادم كيجي حنا كيبيعوا لنا السلعه بثمن ونجيو حنا كندقوا لبرا العباد الله، حنا ما كندقوش لبرا العباد الله. ما كايناش المراقبه في اصلا؟ ما كايناش، ما كاين. كون كانت المراقبه كنا راه كيبان لك السوق، السوق ديال الجمله ديال الدار البيضاء كنا راه يبان لك منظم. ما منظم ما والو، حتى هو راه سوق عشوائي. كلشي يبيع باش فهمتي، كل وكيبيع باش بغى الله يحفظك. كاين اللي دابا كدوز عنده كتقول لي شحال لفت، كيقول لك 4 دراهم جمله، كتمشي عند واحد اخر كيقول لك 6 دراهم. ودابا هذا لفت وهذا لفت، علاش هذا يبيع ب 4 دراهم وهذا يبيع ب 6؟ علاش؟ حيت دابا داك اللي كيبيع ب 4 دراهم هذاك راه جايب السلعه من عند الفلاح، جايب الكاميو وداخل، وهذاك اللي كيقول لك 6 دراهم راه شناق شاري 20 صندوق وباغي يصور فيها 60000. يعني هذا المشكل ديال التشناق خالق مشكل تشوف على الاصل ضروري. اي شوف اي حرفه فيها التشناق، ماشي غير الخضره، اي حرفه فيها التشناق، خضره حوايج ما نحوت لحم اي حاجه كلشي فيه تشناق، دخلات في جميع الحرف. اخي التجربه ديالك شنو هو السبب اللي قدر اشكال اللي قدروا طرحوه باش الخضره ترخص شويه مثلا؟ اش خاصو يدير؟ حلول لا شنو خويا الحلول هي تحبس التصدير ديال الخضره. حاضر هذا هو انا الشيء اللي كنعرف انا. التصدير ماشي اولا واحد ياكل الخضره رخيصه هو الشعب. حنا الخضره الله يحفظك، اما لك تجي تجي تصدر الخضره لاوروبا وتصدر لافريقيا، حنا راه ما غيبقى لينا والو. فهمتي؟ حنا راه ما غيبقى لينا والو. هي الحمد لله رزق الله. ربي اللي كيرزق. فهمتي؟ ولكن الاسباب حتى هي كتلعب دور. تكون واحد القوه وصارمه يدخلوا المسؤولين وشكون المراقبه. المسؤولين ما كيخموش فينا، ماشي المسؤول كيتقدى الخضره، والله ما عارف الخضره اللي كيتقداها بشحال الثمن ديالها. ونقول لك كيمشي كيهز يهز في الاخر يجيب الكارت كيشي ويدير لها السرات في الماكينه صافي كدوز الخلصه ما عارف شحال خلص شحال عنده والفلوس وفي البنك تلقى ما عارف شحال عنده. هاكي دخل هاكي دخل هاكي هاكي دخل. والدرويش يقول لك هز جوج بياسات عبرهم لي مسكين وتلفش. المراه راه كتضرب لها حساب، المراه الدرويش راه كيضرب لها حساب، راه كيجيب 400 من البسطام باش يتقدى، راه كيتشاوى معاك فهمتي، كيعرف الدرهم فين غادي تمشي. راه حيت ما حيت الوقت فهمتي غلات، الوقت غلات اكثر من القياس. الله يعطينا الشتاء. اللهم امين. وتشوف نقول لك واحد الكلمه، حنا يا ربي الله يعطينا الشتاء، الله يجعل ربي يرحمنا، يا ربي يرحمنا من عنده ويعطينا واحد الشبعه ديال الما زوينه. ولكن هذا المسؤول اللي عندنا حنا في البلاد راه واخا تصب بالشتاء، هادشي على صبات الشتاء يقول لك ناري صبات الشتاء خرجت لنا على السلعه. ما صبات الشتاء يقول لك ناري الشتاء راه ما كايناش الجفاف. هو كيدرنا معاهم وحله، كيف ما درتي وحله معاهم في هاد البلاد هادي؟ مطيشه كان تيقول لك لا راه ما كاينش البرد، راه في البرد غترخاص، لا راه غتغلى. لا بالعكس، مطيشه في البرد عاد كتغلى. تتغلى امتى كترخاص مطيشه؟ ملي كي في الصيف. في الصيف علاش؟ حيت كطيب. لا شوف دوي علينا وجي علينا شتي، ملي كان الصيف شهر 7 شهر 6 شهر 7 شهر 8 كانت مطيشه طايحه. 60 ريال كانت 60 ريال 50 ريال مطيشه المليح 80 ريال. ودابا خويا راه مطيشه 120، وكاين اللي كيبيع ب 140 مطيشه. الذهب الذهب ديال الارض غادي يزيد في الغلا شاو بطاطا. بطاطا ما تنزلش بطاطا دابا، لا ان شاء الله بطاطا ما تسمع طاحتش. 140 دابا وتيق بيه شهر 9 ودادا الزريعه. دابا الناس يشريو الزريعه يحطوها شهر 9 ودادا ياك، غيدخل شهر 10 غتزاد درهم في بطاطا وغادا تسمع عاوتاني 8 دراهم. راه كيف ذاك العام توصل 10 دراهم توصل حتى 240 بطاطا، حيت اللي عنده دابا خازنه فريكو يبيع زريعه احسن ما يبيع لك انت تبيع لبنادم ياكلها. الله يحفظك. عنده الرباح هو يبيعها ب 1000 فرنك زريعه. علاش؟ حيت غتزرع وغتنوض. علاش هو غادي يخرجها هو عطى للشعب ياكلها وما عنده حتى رباح؟ هو راه كتبان لي واحد ال 50 مليون زايده في الرباح، علاش غينقصها؟
هي البصله دابا البصله هي اللي باقه في المستطاع ديال الدرويش. شتي قلت شي خنزو قال لي لا وراه الهمز باش غنزل البصله والله الا مليحه بالله البصله مليحه هي باقه هي اللي باقه شويه مرفقه مرفقه في الثمن ديال كاين المليحه وبحال هذا المليح 60 ريال وكاينه شي حاجه اللي شويه 40 ريال 30 ريال على حساب القدره ديال الشرائيه ديال المواطن. ارخص حاجه في الخضره حاليا هي البصله ارخص حاجه ارخص حاجه ارخص ارخص لعبه هي البصله. اما راه الربيع والربيع والمعدنوس والقزبر رغله ولات قبيطه صغيره قبيطه صغيره ب 40 ريال كريش قبيطه صغيره ب واش لاض هذيك خصها كانت كتباع بدرهم ودابا 40 ريال 50 ريال دابا ليش عطاوليكم الكيلو ليش ليش واخا هكاك شويه تا هو شويه درهم ونص جوج دراهم جمله في المارش الكيلو درهم ونص والله العظيم الا كنا نشريو حنا وحده كامله بدرهم جوج دراهم وكنا كنشريو وجمله كنا كنديوها ب 6 ريال 8 ريال جمله كتعمر خيشه كتقتل عليك 100 ريال راه ما تبيع لعباد الله راه ما تعطي البنادم ياكل الله يدير شي تاويل اللهم امين يا رب الله يدير شي تاويل ديال الخير الله يرحم لكم الوالدين شوفوا من حال الدرويش راه اليوم الدنيا وغدا الاخره راه كاينه غير موت وحده والقبر راه فيها شبر واربعه الصبعان وغادي تدفن على جنبك اليمن وغيجي عندك منكر ونكير وغيسولك ثلاثه الاسئله والله ما جاوبتي عليهم لا دخلتي الجنه وعاد الظلمات اللي ودير شوف دير الخير ديروا الخير دير الخير ونساه راه شوف راه نهار اليوم الاخير يوم القيامه راه هذاك الخير اللي غادي ديره وغادي تنساه راه غيوقف معاك تما اما لو بقيتي حافظ على المواطن وما كاينه غلاء الاسعار وما كاينه زيد على عباد الله راه خوك انا راه من عاوتك جهنم تنادي الناس راه باغا تهرب لك شي عائله عائله غادا في البحر الام والجولات ديالها غاديين في البحر فيديو دير طالع في طوندونز ديال المغرب دوك راه كراو واحد الكاياك كراو يقدروا يكونوا شارينو ما تعرف ما تعرف شنو هو ود هذا اللي تشوف واحد الام مغربيه وليداتها والدائره اللي طرات دابا في الفنادق وسبت الاخر شو شحال ديال البشر مشى باغي يخرج دابا هذا البشر هذا علاش باغي يخرج من البلاد علاش؟ المعيشة غلات المعيشة غلات بنادم بيطالة ما خدام ما ردام بنادم عنده ديبلومات ما خدام عنده شواهد ما خدام ما هاد البلاد هادي مكينة باك صاحبي باك صاحبي عاد تخدم وتصور مصاريف ما عندكش اخويا اللي وقف معاك سير تكمش طيح سير شقر ولا سير الفيروج بيع كلينيك شنو دير ولا جي عدي انا لفوق النموذج البركة نبيع لكم الخضرة والله تنبيع لكم براس ماله والله خا شي شي انا ولد الفلاح والله ما باغي الربح سير الله يحفظك الله يدير الخير